تتوقع مين هيكون عنده المبادرة سواء الأهلي أو الزمالك؟ بص في التغييرات يعني المبادرة الهجومية، مين اللي هيلعب عنده هيكون عنده المبادرة الهجومية هو اللي هيروح على المرمى، ومين هيكون عنده هيلعب بالكومباكت ديفنس زون؟ بص أنا هقول لك على حاجة، نادي الزمالك نازل عنده الدافع لأن محتاج المباراة. فطبعا أنت دايما لما بتيجي في أول مباراة بتيجي في أول مباراة بتحس لكن أنا عمري لما باجي ألعب ماتشات أهلي وزمالك قبل كده ما بحبش ان انا العب نظام الضغط من اول ماتش لعب. لان بيبقى الفرقتين تقال وفيهم نجوم كتيره وانت بتبقى نازل عايز ايه تسيطر، فتقدر عشان تسيطر الاول بتشوف زمايلك الاول وضعهم ايه جوه الملعب عشان التحركات بتاعتنا وما يبقاش في حد مثلا مضغوط او في حد عصبي او حد الكلام من ده، فانا دايما ما بحبش حته لكن انا شايف الفترات الاخرانيه دلوقتي اللي بيضغط هو المشكله مش في الضغط، هو المشكله في تنقل الكوره. يعني الفريق اللي هيستحوذ على الكوره بشكل كويس وينقل باصات اكبر عدد باصات كويسه بيها نوع من الايجابيه بتقدم بيها، افتكر ان ده هيكون له الحته دي. الحته دي لو النادي الاهلي تمكن منها هيبقى هيقدر يلعب في الحته دي في ظهر دايما نص الملعب، لان هم في الحته دي هم بيتقنوها شويه. النادي الاهلي عندهم سرعات لان معظم لعيبه النادي الاهلي بتمتاز بسرعه التحرك في الملعب. يعني انت فاهم بتلاقي في تحركات دايما في الملعب. لعيبه نادي الزمالك بتعتمد على المهاره، يعني انت دايما بتعتمد على المهاره فبيبقى في بطء شويه في عمليه الباس والتحرك ونقل الفريق من خط الدفاع لخط الهجوم. فبيبقى في بطء ليه؟ لان لما بيمسك الكره اللعيب لازم تبص تلاقي يعمل وترقيصه فيها نوع من المهاريات فيوقع شويه رتم فبيهبط الحته دي فتيجي تبص تلاقي، فده دايما بلاقيه عيب في لعيبه الزمالك، فده بيقلل سرعه نقل الكوره. لان لما تيجي مثلا كوره تتعمل لايا كان مين هنقعد نرقص مره واثنين وثلاثه الفرقه بترجع. انت فاهم؟ لكن المشكله عندنا الزمالك هي الحته دي، مسك الكوره لازم يستخلص الكوره وينقل بسرعه. اذا كان عايز يكسب نادي الزمالك لازم يستحوذ على الكرة وينقل النقلات وتكون سريعة بدون ما استعراض أو أداء مهاري أو كلام من ده. المهارة استخدمها في حتة انت رايح على واحد واحد بتعدي منه. يعني انت فاهم ده المطلوب في الماتش ده عشان تقدر تأدي مع النادي الأهلي. الأهلي ليه ستايل لعب والزمالك ليه ستايل لعب. نادي الزمالك بيعتمد على المهارة والأهداف الحلوة، النادي الاهلي بيعتمد على السرعات والاختراقات والاهداف الحلوه. يعني انت فاهم؟ فانا شايف النهارده لو لعيبه نادي الزمالك اتحركوا بسرعه واشتغلوا بالكوره من لمسه ولعبه افتكر ان هو ممكن يستحوذ على الملعب. هنا حصل نوع من انواع الترقيص والحاجات دي كلها هتلاقي في عطله النادي الاهلي هيستفاد بيها وممكن يضغط ويحصل كونتر اتاك دايما في الحته دي فتلاقي نص الملعب بتاعك اتضرب بسرعه. بس في مشكله النادي الاهلي عبد الله السعيد، برضو عبد الله السعيد ليه خطورته جوه الملعب والناس كلها تعلم هذا الكلام، فاكيد هيبقى دور مهم جدا لنص الملعب اذا كان اكرم او محمد او عطيه. انت فاهم مروان عطيه دي مشكله كبيره ايهما مين اللي هيمسك الراجل ده؟ يعني انت فاهم فدي ممكن تعمل لك شغل. طيب.